مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، يوم جديد بس ما فيهوش جديد. بدايتها طبعا خلص التعازي للشعب المصري كله. الحقيقه انا يمكن ما حصلش ان انا قابلت الراحل احمد رفعت حتى ولو على سبيل الصدفه في اي وقت من الاوقات، لكن زي معظم الناس، زي كل الناس، اتاثرنا جدا جدا، بدايه بخبر اصابته ومرحله علاجه وفتره علاجه ورحله علاجه اللي كانت صعبه جدا. كل الناس اتاثرت الحقيقه، وكل الناس كانت بتدعي له بالرحمه. نسينا شويه ولو حتى بشكل مؤقت الخلافات والصراعات اللي في النهايه لا تؤدي الى شيء يعني، وكلنا التفينا ورا حاله احمد رفعت وكل المصريين. انا فاكر حتى في سهرات الاهلي في رمضان، فاكر وقت ما كان في حاله حرجه يعني، وكان تحت العنايه والرعايه المركزة في المستشفى، كنا بندعي له، وكان كل الناس بتدعي لأحمد بأنه ربنا يقومه بالسلامة، وقد كان، وربنا استجاب لدعاء الملايين، وهو ليه حكمة في ده طبعا، يمكن عشان يرجع لنا مرة تانية يقدر يودع أهله وأصحابه وأحبابه. شوف قد إيه الناس كلها كانت بتدعي له، قليلين اللي بتتاح ليهم فرصة زي دي. لكن في النهاية لا نملك إلا إن إحنا نقول ما يغلاش على اللي خلقه. خالص تعازينا للمصريين جميعا بشكل عام، ولأسرة أحمد والأهل والدويه، وربنا يلهمهم الصبر والسلوان، والأحمد طبعا المغفرة والرحمة. قصة أحمد قصة صعبة شوية، وخليني أقول لكم أنا ما عنديش كل التفاصيل، لكن عندي جزء كبير جدا من الحقيقة مش هقدر طبعا أتكلم فيه. قصة أحمد عموما بصرف النظر عن تفاصيلها، وإن كانت الحقيقة ما ظهرتش ليكم، أنا أؤكد لكن لا أقدر أقول أنها ما ظهرتش بشكل كامل. كل ما قيل أو كل ما نشر عن قصة أحمد يغيب عنه جزء كبير جدا من التفاصيل، وفي بعض الاوقات للاسف الحقيقه بتبان مشوهه، او بتبان او بتتصدر للناس معلومات وحقائق عكس الحقيقه الاصليه. اللي اعرفه في حدود معلوماتي انه في تحقيق، او في اكثر من جهه هتفتح تحقيق في الموضوع ده، ونتمنى انها تكتشف كل الحقائق. لكن في النهايه خليني اقول لحضراتكم، وما ينطبق على الرياضه ينطبق على حاجات كتيرة جدا في حياتنا، ينطبق على التعليم، وينطبق على الصحة، وينطبق على السياحة، وينطبق على حاجات كتيرة جدا. شوف في الرياضة تحديدا، أو خلينا نتكلم في الرياضة بس يعني، بما إن إحنا على شاشة النادي الأهلي ولا يعنينا أي حاجة غير الرياضة. طول ما الصراع، هي الرياضة أساسها أساسا إيه؟ هي فكرة المنافسة الشريفة أو الصراع، حالة الصراع اللي بتكون موجودة. طول ما الصراع بره الملعب، طول ما الصراع على حالة مصالح شخصية، مصالح فئوية في أوقات كتيرة جدا، وبتغيب فيه بيغيب فيه الصالح العام اللي هي مصلحة الكرة المصرية، ثق تماما إنه مفيش حاجة هتتغير، مفيش حاجة هتتبدل. يتغير الـ 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 الأسماء القائمة على المنظومة وتظل المنظومة كما هي. إحنا السنوات الأخيرة الحقيقة، مش السنوات الأخيرة، يمكن في بعض الأوقات إنجازات كتير بتغطي على المياه الراكدة زي ما بيقولوا، يعني في فترات يفوق المنتخب فيوصل مع الجوهري كأس عالم، ولا ياخد بطولة أمم أفريقيا مع الجوهري برضه في 98، ولا تجي لنا شوية سنين حلوة كده ناخد فيها أفريقيا 2006 و2008 و2010، فناخد جرعة مسكن ننسى شوية أوجاعنا وهمومنا. يفوز الاهلي ويشرفنا ويفرحنا ويرفع علم مصر بره في جميع المحافل الحقيقه، يعني سواء مش بتكلم بس على القاريه لكن كمان على المستوى الدولي. الحقيقه الاهلي رفع راسنا بشكل كبير جدا، والواحد مش متخيل لو ما كانش الاهلي بيحقق النجاحات دي كان حالنا هيكون ايه؟ يعني كان شكل الكوره في مصر او شكل الرياضه في مصر ممكن يكون عامل ازاي؟ والسؤال الصعب برضو اللي مفيش اجابه، طب ليه الاهلي قادر ينجح كده وبقيه المنظومه مش قادره تحقق اي حاجه؟ يعني ما الاهلي عنده نفس الامكانيات الضعيفه جدا جدا مقارنه بالامكانيات اللي حوالينا، سواء كنت بتكلم على اوروبا اللي هي طبعا مفيش مجال للمنافسه او المقارنه، او سواء حتى اشقائنا في الخليج العربي اللي امكانياتهم الماليه والاقتصاديه كبيره جدا، ورغم كده الاهلي قادر يقف على رجليه. ليه الاهلي قادر يواجه المدارس الكرويه المختلفه دي من اسيا، من 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 اليابان، ومن كوريا، ومن السعوديه، ومن قطر، ومن الامارات، ومن البرازيل، ومن المكسيك، ومن الولايات المتحده؟ يعني دي مش مدارس كرويه مختلفه والفوارق بينهم يعني فوارق كبيره جدا؟ طب السؤال هنا ليه المنظومه بتاعت الكره في مصر مش قادره
تاخد نفس المنهج. ليه المشاكل عندنا هي هي كل سنه كل موسم مع كل اداره هي نفس المشاكل اللي بتتكرر؟ ليه عندنا هذا القصور الكبير جدا في الحاجات اللي بتحكمنا سواء كانت لوائح او قوانين؟ ليه المشاكل ما بيبقاش ليها حل؟ تتغير الادارات وتتغير الاسماء وتتغير المسميات كمان، ومع ذلك انت محلك سر، انت ما بتاخدش اي خطوه لقدام. يعني على كل الاحوال انا عارف طبعا انه احنا بنتكلم في 48 وال 72 ساعه وخلاص بننسى وبنعدي ونشوف بقى الملف اللي بعده، لكن في النهايه اتمنى يعني يكون في لحظات كده بتخلي الواحد يقف ويبص لاحوال كتيره جدا ويقول لغايه امتى. بس هو بس فكره لغايه امتى هنستمر على هذا المنوال؟ عندنا كلام كتير طبعا عن بطوله الدوري، على المنافسه، الاهلي بيقرب. اتمنى طبعا، انا مبسوط جدا باداء الاهلي في اخر ماتشين سواء قدام الطلائع او قدام الداخليه، بس اللي اتمناه ان النتيجه ما تكونش خادعه. ممكن فتره الراحه اسبوع التقاط الانفاس اللي الزمالك انسحب فيه مواجهه النادي الاهلي يكون مؤثر. اه طبعا اداء احلى، الكره اسهل، التالق تحس الماتشات ما فيهاش صعوبه باي شكل من الاشكال، مع التحفظ طبعا على مستوى المنافسين. نتائج كويسه جدا، لعيبه كتير جدا جدا متالقه، وبالتالي علامه كويسه. لكن هل ده مقياس؟ لا، انا اشك ان يكون مقياس للي جاي واللي جاي صعب. انت بتتكلم على مباراتين هيكونوا في منتهى الاهميه، بتتكلم على مواجهتي الحسم بمعنى ادق، بصرف النظر عن المؤجلات وبصرف النظر عن عدد المباريات المتبقيه. في النهايه تتبقى مباراتي الاهلي وبيراميدز 12 يوليو و22 يوليو هما مباراتي الحسم. يعني احنا بنتكلم من النهارده في خلال اسبوعين ان شاء الله باذن الله يبان الى حد كبير جدا بطل النسخه الحاليه من بطوله الدوري، وده اللي احنا هنركز عليه بشكل كبير. عندنا محطات مهمه، عندنا محطات صعبه، لكن تبقى المباراتين دول او يتبقى ان المباراتين دول هما المباراتين الاهم في مشوار النادي الاهلي لتحقيق اللقب باذن الله. خليني اقف معاكم مع بطوله اليورو، وما تزعلوش قوي لما منتخب مصر بيخسر ولا بيخرج من بطوله. المانيا بجلاله قدرها وهي على ارضها في وسط جمهورها، وعندها مين؟ عندها جمال موسيالا، وعندها جوندوجان، وعندها توني كروس، وعندها ليروي ساني، وعندها نجوم كبيره جاي، وروديجر بطل دوري الابطال، ومانويل نوير، يعني كتيبه نجوم على اعلى مستوى، وعلى ارضها وسط جمهورها وبتخسر. احنا هنكون احسن من المانيا يعني؟ والحقيقه كمان على سبيل المثال، يعني انا بشوف طبعا في مفاجات كتيره جدا في البطوله دي، ويمكن فرق ما تكونش عندها القدره على التاهل لكن كان عندها القدره انها تظهر بمستوى مختلف. يعني لما اشوف مثلا الحقيقه تركيا اللي قدمت مباراه رائعه قدام هولندا، ومش بس ماتش هولندا لكن على مستوى البطوله كلها. الحقيقه انا بشوف ان تركيا، كنت شايف في الاول النمسا لكن شايف تركيا بالوصول للمرحله دي هي الاقدر بانها تكون حصان اسود. لكن تعال نقيس كده، خلي بالك انك بتتكلم على بطوله الكل اتفق انها تاني اقوى بطوله بعد كاس العالم، ونتكلم على نهايه موسم. يعني الناس دي لعبت كل البطولات الكبيره، لعبت دوري اسباني ودوري انجليزي ودوري ايطالي ودوري الماني وفرنساوي، ولعبت بطولات اوروبا تشامبيونز ويوروبا ليج وكونفرنس ليج، وخلصت الموسم المعركه والمطحنه الكبيره دي، وده المستوى اللي بتقدمه لنا في نهايه الموسم. ده المستوى بتاع الكوره في اوروبا اللي بيحصل في نهايه موسم منتهي. لك ان تتخيل بقى، عيش بخيال، اسرح بخيالك كده وشوف الناس دي بتاكل ايه وبتشتغل ازاي على نفسها وبتتمرن ازاي وبتاخد بالها من حياتها ازاي. لا، الناس دي في حته تانية خالص، ومش عايز اخدك لجو المقارنه، المقارنه هتكون متعبه شويه وضاغطه، لكن خلينا نشوف مع بعض ماذا اسفرت نتائج مباريات اليورو والكوبا امريكا اللي شهدت واحده من اكبر المفاجات بخروج البرازيل. لكن خلينا نبدا مع حضراتكم بنتائج اليورو. انجلترا وسويسرا، سويسرا الحقيقه اللي قدمت منتخب محترم جدا جدا في البطوله، تعادلت مع، قدرت انها تتعادل مع انجلترا، جريمه ساوث جيت الكبرى طبعا في البطوله. اعتقد انه اي مدير فني تاني جبته من الدوري الانجليزي يقود منتخب الانجليزي كان منتخب الانجليزي ظهر بشكل مغاير خالص، لكن انجلترا تفوقت بركلات الترجيح وتاهلت للدور قبل النهائي لمواجهه هولندا. ايضا هولندا في مواجهه تركيا استطاعت هولندا انها تفوز بنتيجه المباراه 2-1 واخصت تركيا من البطوله، واصبح عندنا الدور قبل النهائي اللي مبارياته ان شاء الله هتكون بعد بكره وبعد بعده، يعني يوم الثلاث ويوم الاربع. الثلاث نهائي مبكر هيكون الساعه 10 بتوقيتنا هنا ان شاء الله في القاهره، هيجمع ما بين مين؟ ما بين اسبانيا وفرنسا. ما بين اسبانيا
وفرنسا. هو لقاء بطعم الدور قبل النهائي، ولكنه الحقيقة هو بمثابة نهائي مبكر أيضا بالنسبة لي، زي ما كانت بالظبط مباراة إسبانيا وألمانيا. الناحية الثانية هيكون عندنا يوم الأربع مواجهة الدور قبل النهائي الثانية ما بين إنجلترا وهولندا، وتقام أيضا المباراة دي الساعة 10 بتوقيتنا هنا في القاهرة. طيب نروح لكوبا أمريكا ونشوف نتائج مباريات الأمس. كان عندنا كولومبيا في مواجهة بنما 3-0، أوروجواي في مواجهة البرازيل، مباراة انتهت بالتعادل 0-0، وقدرت أوروجواي إنها تغسل البرازيل في واحدة من المفاجآت. لكن أنا كنت من الأول اللي متابعني قلت لكم نسخة أوروجواي دي مرجع لنا أوروجواي العظيمة مرة أخرى، أوروجواي بطل العالم، أوروجواي واحدة من القوى العظمى في أمريكا الجنوبية، وإن غابت لسنين طويلة جدا لكن عادت للظهور مرة تانية وقدرت إنها تغسل البرازيل عشان تواجه كولومبيا في الدور قبل النهائي. على الناحية التانية كندا مفاجأة البطولة أتت من حيث لا يدري ولا يحتسب أحد. يعني الحقيقة يمكن لما تشوف كندا في وسط المنتخبات اللي موجودة، بكلمك على منتخبات زي برازيل طبعا، زي تشيلي، زي المكسيك، كلها منتخبات كبيرة جدا، كون كندا توصل للمرحلة دي وتواجه الأرجنتين في الدور قبل النهائي، فده في حد ذاته إنجاز كبير جدا للكرة الكندية اللي لا عندها دوري ولا عندها محترفين ولا عندها تاريخ ولا عندها ألقاب ولا عندها بطولات ولا حد يعرف عنها أي حاجة غير اسم لعيب واحد اسمه ألفونسو ديفيز. غير كده محدش يعرف حاجة عن الكرة في كندا. ورغم كده في السيمي فاينل للكوبا أمريكا دور قبل النهائي، مباراة هتكون في مواجهة طبعا بطل العالم والمرشح الأول لللقب والبطولة، مواجهة منتخب الأرجنتين. طيب خلينا نروح، طبعا الاهلي عنده تمرين النهارده قبل، عندنا ماتش بكره مهم جدا، والحقيقه بعد الفوز العريض كانت مباراه اشبه بتمرين الحقيقه، يعني حسيتها ان لعيبه الاهلي حتى بعد يعني بعد ما النتيجه اتحسمت حسيت انه لعيبه الاهلي كله عايز يجيب اجوال وكله بيطلع وكله بيزيد، وكان كرنفال الحقيقه، فكنت تحس انها مباراه اقرب للتمرين منها لمواجهه رسميه. لكن ده ما يمنعش ان مواجهه بكره هتكون في منتهى الصعوبه، وعلى مدار حلقه النهارده كمان هنروح للنادي الاهلي في الجزيره نتابع تمرين النادي الاهلي في مختار التتش، واقول لكم كده او زمايلنا هناك طبعا الموجودين في داخل النادي، زمايلنا شريف شعبان هيكون جاهز معانا ويجيب لنا اخبار الفريق واخبار الاصابات ومين هيرجع المشاركه. اعتقد قائمه الاهلي هيزيد عليها مباراه بكره ان شاء الله مع الطلائع، هيكون معانا اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر اللي غابوا بسبب حصولهم على الانذار الثالث، فبالتالي كل المستجدات متعلقه بتحضيرات الاهلي لماتش بكره هتكون موجودة معانا في حلقة النهاردة من السادسة، بس كل التفاصيل بعد الفاصل. التنظيم لما يكون اكتر بكتير جدا من مجرد فكره الاستضافه، وعن بطوله اليورو دي في اكتر من درس مستفاد اللي حابب ان هو يستفيد، خلينا نهايلايت او نركز او نلقي الضوء عليه، وتعالوا نشوف كمان مجموعه من اخبارنا النهارده، اهم اخبار في الاهلي نيوز روم. طيب خليني بس الحقيقه قبل ما ادخل في اخبار النادي الاهلي اعمل لكم مقارنه سريعه جدا للناس اللي تابعت او شافت، وبالتالي في كتير منكم يعني اللي مهتمين بمتابعه اليورو اكيد ما فوتوش مواجهه اسبانيا والمانيا في الدور قبل النهائي في الدور ربع النهائي. احنا بنتكلم طبعا عن المنتخب الالماني كواحد من افضل المنتخبات على مستوى العالم، ودايما مرشح في اي بطوله انه يفوز باللقب، فما بالك لما تكون البطوله على ارضه ووسط جماهيره. وبيتهيألي 99% من منتخبات العالم اللي هتروح تلعب مع المانيا هتكون الى حد كبير جدا متحفظه، قلقانه، عامله حسابها انها بتواجه منتخب من العيار التقيل. تعالوا نشوف اسبانيا عملت ايه لعلنا نستفيد من هذا الدرس. واحد، اسبانيا ما اعتمدتش على منتخب مدجج بالنجوم، يعني باستثناء رودري، وهحط جنبه شويه كده رغم ان طبعا انا بالنسبه لي ما هوش نجم كبير او ما هوش لاعب المؤثر او ما هوش اللاعب اللي يقدر يشيل فريق، لاعب كويس بيلعب فريق كبير بطل عنده شخصيه البطوله لكن ما هوش باللعيب السوبر. يعني كلام هنا على كارباخال ظهير ايمن منتخب اسبانيا وفريق ريال مدريد، باستثناء رودري
وجنب منه بشويه بعيد كارباخال، ما تقدرش تقول انه في لعيب كبير قوي في اسبانيا. مفيش لعيب يشيل منتخب، مفيش لعيب سوبر ستار. ورغم ذلك اسبانيا قدمت في البطوله دي نمره واحد، درس كبير جدا في فكره الاستعانه بالشباب والناشئين. انت بتتكلم على متوسط اعمار واهم الاسماء اللي موجوده تحت سن ال 20 سنه في البطوله، مش بس في اسبانيا. اعتماده بشكل كبير جدا على نيكو ويليامز، واعتماده بشكل كبير جدا على لامين يامال او الامين جمال، يعني هو كقوه ضربه للمنتخب الاسباني ياكد القاعده دي. نمره اثنين، وانت بتواجه منتخب في مانويل نوير، في روديجر، في توني كروس، في جوندوجان، في ليروي ساني، في جمال موسيالا، في يعد النجوم زي ما انت عايز في ملعبه وسط جمهوره، مش ممكن تواجهه بالشكل وبالطريقه اللي اعتمد عليها دي لافوينت في مواجهه المانيا الا لو انت واثق في شخصيتك وفي شخصيه لعيبتك اللي متاسسين من هم صغيرين على المدرسه دي، على الطريقه دي، على الفكر ده. يغيب اسماء كبيره جدا في الكره الاسبانيه وتظل او يظل منتخب اسبانيا محتفظ بشخصيته وبقوته. ازاي قدر الاسبان ان هم يعملوا ده؟ ازاي تقدر تقول ان الفريق ده ما فيهوش لعيبه متمرسه او عندها الخبره او عندها المشوار او بتشارك مع انديه من العيار الثقيل، ويقدر المنتخب الاسباني ككل، ككتله، كفريق جماعي يظهر بالشكل ده وبالمستوى ده وبالاداء ده قدام منتخب المانيا في بطوله اليورو؟ ده واحد من الاسئله او من الدروس اللي لازم ان احنا نذاكرها بشكل كبير جدا في دوله ثقافتها الكرويه على جميع المستويات بتعتبر اللاعب اللي عنده 23 و24 و25 سنه من الناشئين. مش ممكن، يعني مش ممكن تتخيل انه لامين يامال اللي النهارده بنتكلم على عروض متقدمه له ب 250 مليون يورو في انديه منهم البي اس جي بيفكر انه يطرح عرض على برشلونه انه يشتري لامين يامال ب 250 مليون يورو، لعيب عنده 16 لم يتم ال 17 سنه من عمره. ازاي تختار لاعب زي نيكو ويليامز حد قبل بطوله اليورو ما كانش يعرف اسمه ولا مركزه ولا اسم النادي اللي هو بيلعب فيه عشان يكون واحد من اهم الاعمده الرئيسيه في منتخب بحجم منتخب اسبانيا؟ كل دي اسئله كتير جدا اعتقد ان احنا محتاجين نذاكرها، وعلى خلفيه طبعا ان منتخبنا الاولمبي ربنا ان شاء الله باذن الله يا رب مصحوبا بدعوات الملايين، لانه لا نملك غير الدعوات ان شاء الله. رايح اولمبياد باريس، مش بس منتخبنا الاولمبي، كل منتخباتنا وكل ابطالنا اللي مسافرين سواء رياضات فرديه او رياضات جماعيه، اعتقد مع كره القدم في كره الطايره صحيح مجموعتهم صعبه الى حد كبير، لكن املنا كبير. ما عندناش كريدت او رصيد كبير يعني في قصه الكره الطايره، ما عندناش ارقام، ما عندناش طموحات، وخصوصا انه مجموعتنا كلهم ابطال. يعني اعتقد معانا البرازيل بطل اولمبي، معانا بولندا، ومعانا مين الكلام ده في الفولي طبعا. احنا في كره القدم معانا اسبانيا، اوزباكستان، وجمهوريه الدومينيكان، وبتهيألي فرصه او حظوظ منتخبنا في كره القدم هتكون كبيره جدا. نروح لاخبار الاهلي، وزي ما قلت لكم خلاص 48 ساعه بتاخدهم ما بين كل مباراه ومباراه، وبيستمر الفريق الاستعداد لمباراه طلائع الجيش ان شاء الله باذن الله بكره. لسه لاعبين مباراه قريب كانت نتيجتها 4 لصالح النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله باذن الله انه الاهلي يواصل عروضه. اعتقد انه كيرف الاداء افضل بكتير جدا من الفترات قبل كده، عناصر كتير جدا استعادت مستواها وتالقت. النهارده بتتكلم على وسام ابو علي، بتتكلم على اكرم توفيق، بتتكلم على محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، طاهر، خالد عبد الفتاح اللي جاي من بعيد قوي، فبالتالي يعني كريم فؤاد واحد من نجوم المرحله بدون شك الحقيقه، مقدم مستوى اكتر من رائع، وبشوفه في كل مباراه اداؤه بيتطور. يعني واحد من اكتر اللعيبه اللي اتحطوا تحت اختبارات وتحت ضغط، ودي كواليتي لعيبه الاهلي دايما بنتكلم عليها، فكره اللعيبه اللي بيتحط تحت ضغط ودايما في كل مواجهه بيظهر فيها بيبقى كانه محل اختبار. لعيب جبته عشان يلعب باك يمين فطلب منه انه يلعب جناح يمين، ففي وقت من الاوقات قلت له لا انسى كل ده وتعالى ابتدي كجناح شمال كباك شمال. فالحقيقه في كل مرحله اتحط فيها وفي كل اختبار تالق واجاد، وهي دي العقليه اللي بتفرق لاعب عن لاعب. وبالاضافه لده طبعا مش عايز اختزل الامر بس في فكره العقليه، لكنه كمان على مستوى الكوره لا لعيب كوره تبني عليه وتقول وتراهن عليه بشكل كبير جدا. واتمنى انه يكون واحد من العناصر، تشوف انه كريم من العناصر اللي تستحق يكون ليها فرصه في التواجد مع منتخب مصر بدون شك. يعني كولر بيشتغل على مباراه بكره، وهنتابع مع حضراتكم، هنروح طبعا لتمرينه الاهلي
وطبعا هو اكيد يعني في دماغه بيحضر لماتش بكره، لكن ماتش الجمعه اللي جاي مباراه بيراميدز اعتقد هتكون مباراه مهمه جدا جدا جدا، هيفكر فيها او هتخش في حسابات مارسيل كولر، سواء على مستوى العناصر اللي هيديها فرصه في ماتش بكره، او العناصر اللي محتاجه ترتاح عشان تكون جاهزه لمواجهه بيراميدز الفاصله والحاسمه. وبالمناسبه عشان اطمنكم، يمكن المستجدات كلها هتكون عند زميلي شريف شعبان في النادي الاهلي، لكن يعني فيما يتعلق بالاصابات احنا عندنا قائمه الاصابات الحمد لله مش كبيره قوي، ما عندناش غير بيرسي تاو يمكن اللي عنده حاجه مشكله في العضله الضامه، وعندنا كمان كولر طلب من الجهاز الطبي طبعا تقرير مفصل بحاله الحاله الكامله او التشخيص الكامل لحاله المصابين في النادي الاهلي، وبالتالي ما اعتقدش هيكون في مشكله فيما يتعلق بملف المصابين. علي معلول بره الحسابات زي ما حضراتكم طبعا عارفين. عندنا مين غير بيرسي تاو؟ وطبعا مصطفى مخلوف، وان كان طبعا مصطفى نتمنى له الشفاء، طبعا عنده كسر في عظمه الوجه، ويمكن اللي بيتابع معانا السادسه وشاف تمرينات الاهلي في الفتره الاخيره هتلاقوا ان مصطفى لابس ماسك وهو بيجري تدريباته، لكن يعني مصطفى بعيد قوي شويه عن المشاركه، فبالتالي غيابه مش هيكون مؤثر. الولد ده الحقيقه كل الناس بالذات حراس المرمى اللي انا بقابلهم يعني كبار في النادي الاهلي، كل الناس بتشيد بامكانياته بشكل كبير جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون امتداد لحراسه المرمى في المستقبل. بمناسبه كلامي على مصطفى مخلوف، هو مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي دايما محتاج صبر ايوب. يعني من ايام اكرامي وثابت ومن بعدهم كابتن شوبير فضل كتير جدا 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 مستني فرصه انه يحرس مرمى النادي الاهلي، لدرجه انه في التوقيت ده يعني فاكر انه كان يعني بيطلقوا عليه لقب ايوب الكره المصريه. وجي من بعد شوبير حارس مرمى برضه عظيم جدا، بشوف واحد من اعظم، انا بتكلم كوره، سيبك من بره الكوره دي نتفق ونختلف عليها. عصام الحضري بشوفه الحقيقه مشواره مع المنتخب كان ومع النادي الاهلي كان اسطوره. حصل دروب في الاخر، ليه مواقف شالتها له الجماهير وتحاسب عليها ودفع فاتورتها، وهو نفسه عارف انه بيدفع فاتورتها لغايه النهارده، لكن محدش يقدر ينكر انه لما باجي اتكلم كوره بتكلم على المستطيل الاخضر، حسابات بره المستطيل دي مش قصتي وماليش علاقه بيها، لانه بالتاكيد هيبقى فيه اختلافات في وجهات النظر، تقدير الناس ونظرتها للنجوم، في ناس ممكن لغايه النهارده بتكلم كوره، لعيبه كوره، ماليش دعوه بحسام وابراهيم اللي ماسكين المنتخب، انا بتمنى لهم التوفيق وفي ظهرهم دايما. لكن بتكلم كوره، ممكن حسام ابراهيم على قد ما ناس كتيره جدا كانت شايفاهم ايكونز في النادي الاهلي، على ناس كتير جدا ممكن ما تكون شايفه انه نهايتهم مثلا لا، قطعوا او خدوا جزء كبير جدا من رصيد على الاقل عند الاهلاويه. لعيبه كبيره جدا زي ابراهيم سعيد كان يعني بالنسبه للاهلاويه فتره من الفترات نجم كبير جدا، وغيرهم من الاسماء، تريكا نفس القصه، رمضان صبحي نفس القصه. لكن انا لما بتكلم كوره، ماليش علاقه، اللي بره المستطيل ده مش قصتي على الاطلاق. طيب خلينا نروح ل ونرجع لمنتخبنا الاولمبي مره ثانيه، واحده من الاسماء او واحد من الاسماء اللي تم الاستقرار عليها واللي انضمت بالفعل لمعسكر منتخب مصر الاولمبي هو محمد النني لاعب الارسنال السابق. وطبعا خلينا اتفق على حاجه، لانه كل ما بيجي اسم النني او كل الناس لما بتتكلم على المنتخب الاولمبي واللعيبه الكبيره وبيتقال النني، ناس كتير جدا شايفه انه النني بقى له فتره طويله جدا بعيدا عن المستطيل او بعيدا عن المشاركه او، لكن خلينا نتفق في الاول والاخر، النني لعيب عنده رصيد كبير جدا من الخبرات، وجوده اعتقد هيبقى مفيد حتى لو ما كانش في الملعب، وان كنت الحقيقه اتمنى انه يكون في الملعب، يعني انا مش عارف طبعا ده القرار هيكون لروجيري ميكالي، ولكن كنت اشوف انه في لعيبه كتير جدا في منتخب مصر الاولمبي ممكن تكون مش عايز اقول هتتظلم، لا هي ملهاش اعتبار تاني، يعني الولاد اللي ظهروا في بطوله امم افريقيا، انا بصراحه يعني ما كنتش بتابع المنتخب الاولمبي الا في نسخه امم افريقيا اللي في المغرب اللي هي خدنا فيها مركز الوصيف، اللي وصلنا للمباراه النهائيه ولعبناها قدام المغرب على ارضه وسط جمهوره ناقصين واحد، وقدمنا واحد من اجمل المباريات وكنا الاقرب والاقدر والاحق بالفوز في المباراه دي. انا برجعكم بس او بلخص لكم للي ما شافش او ما تابعش البطوله، لكن بشوف انه لعيبه المنتخب اللي ممكن النني ياخد مكانهم بالذات اعتقد ان هم هيبقى في ظلم كبير جدا عليهم. ما عنديش مانع تماما انه يكون في
فكره الاضافه، فكره الاستعانه بالخبرات، اللعيبه اللي ممكن او ثلاث اسماء اللي فوق السن اللي هم ممكن يضيفوا للمنتخب يكونوا، بس المهم بالنسبه لي اتقل، يعني يكونوا مش على مستوى الاسم فقط لكن على مستوى المضمون ايضا، على مستوى حجم الاضافه. اتمنى للنني توفيق، واتمنى انه يكون جاهز انه يكون اضافه لمنتخبنا الاولمبي في العاب الاولمبيه في باريس. انت بتتكلم على منتخب اولمبي تقريبا معظم العناصر بتاعته تقريبا ما بتلعبش بشكل اساسي مع اللهم الا ممكن عدد لا يتجاوز اصابع اليد الواحده يعني، لكن في النهايه انا بشوف ان كلهم خامات كويسه جدا، كلهم خامات مبشره جدا، كانوا يستحقوا الحقيقه. ودي مشكله اللعيبه الناشئين في مصر عندنا، انه لما بيبتدي او عشان يبتدي ياخد فرصه لازم يكون تجاوز ال 21 او ال 22 سنه عشان ممكن يدخل في الحسابات. ارجع بقى لكلامي في اول حلقه على منتخب اسبانيا وقارن الوضع وشوف الحال، وانت تعرف الفوارق الكبيره جدا اللي بيننا وبينهم. نروح لكريستيانو رونالدو اللي ودع، كان المفترض طبعا انها تكون البطوله الاخيره ليه. كريستيانو طبعا نجم منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، واللي كتير كانوا بيشوفوا ان البطوله بطوله اليورو الحاليه هتكون اخر بطولاته مع منتخب البرتغال. كريستيانو بيبلغ من العمر حاليا في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها 41 عام. نجم مشوار اعتقد صعب جدا انه يتكرر، اسطوره على مستوى العالم مش بس على مستوى البرتغال. لكن الغريب في الموضوع انه كريستيانو رونالدو المح انه قد يكون جزء من منتخب البرتغال في كاس العالم 2026. انتوا متخيلين الطموح؟ متخيلين؟ سيبك منه هيلعب ولا مش هيلعب، دي حاجه في علم الغيب، هل هيكون اساسا في الملاعب؟ هل ممكن يكون في حاله فنيه وبدنيه تسمح له انه يقع عليه اختيار المدير الفني لمنتخب البرتغال في الوقت ده؟ مش عارف مارتينيز هيكون ولا حد تاني يعني، دي قصة تانية نفكر فيها لما يجي وقت المونديال. لكن فكرة انه لاعب يكون عنده الرغبة او الحلم او انه يجدد ويخلق لنفسه الدوافع اللي تخليه يقول انا ممكن اكون جزء من مسيرة منتخب بلدي في 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، ده في حد ذاته يأكد لك على انه السن بالنسبه لكريستيانو مجرد رقم. وتعالوا نرجع كده ونشوف، ولا بلاش المقارنه، بلاش المقارنه. نروح لتوني كروس طبعا، واحد من اساطير كره القدم الالمانيه ونجم منتخب المانيا، واحد من افضل الحقيقه، انا يعني مش مدريدي لكن بشوف توني كروس واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم على مدار العشر سنين الاخيره. من اول او منذ انتقاله من بايرن ميونخ لريال مدريد، وهو الحقيقه واحد من اهم عوامل نجاح فريق الملكي، وهو واحد من اهم واتقل لعيبه خط النص في العالم كله، وهو واحد من اعمده منتخب المانيا. الحقيقه يمكن بعد الخروج كان صعب وقاسي جدا وصدمه كبيره جدا على الالمان ان هم يخرجوا من البطوله اللي اعتقد ما حققوش لقبها يمكن من اكثر من 24 او 25 سنه. المانيا الضيف دائم على الاقل في نهائي مونديال، والواحد من اكثر المنتخبات حصولا على لقب بطوله كاس العالم، كان صعب قوي وقاسي جدا عليهم ان هم يخرجوا والبطوله على ارضهم وسط جمهورهم. سالوه قال لهم انا مش قادر اتخيل، لسه ما زلت في حاله يعني بحاول اتخيل فيها ايه اللي حصل على مدار 17 سنه. العمر جوه الملعب بيبقى رحله، والعمر كله مجرد لحظه يعني، لكن انا بقى بشوف انه اللاعب في الوقت اللي بيقرر فيه انه يودع الملاعب بيعدي برضه شريط حياته كده عليه في مجرد لحظه، في مجرد ثانيه. ورغم البطولات الكتيره والتاريخ الكبير اللي كتبه توني كروس، الا انه بعد خروجه مع منتخب المانيا واعتزاله طبعا اللعب دوليا وتركه ريال مدريد نهايه مشوار واحد من اهم نجوم الكره الالمانيه. طيب طبعا عندي اكتر من ملف النهارده، انا عارف انكم طبعا عايزين تتكلموا او الناس كلها بتسال يعني في كل وقت وفي اي مناسبه، الاهلاويه بيتلموا وبيسالوا اخبار التعاقدات يا استاذ احمد، عملنا ايه، مين خلص مين ما خلص. وطبعا انتوا عارفين احنا هنا على شاشه الاهلي ما بنتكلمش على اي صفقه حتى وان كنا مدركين لكل تفاصيلها ومتابعين لكل مراحلها، وابرزها يمكن صفقه زين الدين بالعيد اللي حضراتكم سمعتوا مصر كلها بتتكلم وبتعلن انه اولى صفقات النادي الاهلي. وعلى الرغم ان انه احنا شخص يعني انا شخصيا كنت على درايه بانه النادي مهتم وانه كان في موافقه
بين كل الأطراف، سواء رغبة اللاعب، سواء رغبة ناديه السابق، سواء رغبة النادي الأهلي في أنه زين الدين بالعيد يكون إضافة وتدعيم لخط ظهر النادي الأهلي، إلا أنه ما كانش ينفع. مش بس كده، احنا ما كناش عارفين بس التفاصيل المفاوضات، احنا كنا عارفين كمان مين الاطراف اللي تدخلت، اما في محاوله منها انها تخطف الصفقه من النادي الاهلي، واما في محاوله لتعطيل الصفقه او افشالها. خدوا بالكم ده بقى اصبح يعني شيء متعارف عليه جدا. يعني فكره انه حد يعرف انه الاهلي بيفاوض لاعب فيتدخل لافساد الصفقه، ده بقى شيء تقريبا بيحصل في كل صفقات النادي الاهلي. وعشان كده بيبقى في اسماء كتير جدا بتبقى بالونات في شنك، يعني يتقال كده او يتسرب فكره انه الاهلي بيفاوض فلان، الاهلي بيفاوض علان، الاهلي بيتكلم على مش عارف فين وفين وفين، بحيث انه الناس ما تبقاش عارفه هي صفقه الاهلي حقيقه فين. لكن اللي بقوله لكم انه احنا ما بنقولش صفقه هنا او ما بنعلنش عن اتمام النادي الاهلي لصفقه هنا الا لما بتتم بشكل فعلي. قناعاتي الشخصيه انا بتقول انه الميركاتو اللي جاي هو اهم واصعب ميركاتو للاهلي يمكن في على مدار الخمس سنين الاخيره، وده هيكون جزء من حوارنا، مش بس على مستوى تجديد الدماء، لا انت بتتكلم ان كل سنه بيبقى في اضافه، ما تنكرش انه في لعيبه كتيره جدا، ممكن صفقه اتنين ما ترضاش عنها، لكن انت النهارده بتتكلم على اقوى سكواد مش على مستوى مصر، وانا متاكد انه اداره النادي الاهلي ما بتفكرش في فكره ان احنا يبقى عندنا اقوى سكواد على مستوى الكرة المصرية، لا هو النظرة أبعد وأشمل، وأكيد طبعا النهاردة تتجاوز حتى حدود القارة الأفريقية، لأنه الأهلي أعتقد أنه عنده أقوى سكواد على مستوى قارة أفريقيا. إزاي تدعم ده بقى؟ يعني الفكرة بقى إزاي أنت بتفكر كجمهور وكجهاز فني وكإدارة في أنك أنت تدعم سكواد النادي الأهلي وأنت رايح على الموسم الأهم والموسم الأصعب والموسم الأغلى. أرباح النادي الأهلي من فريق كرة القدم ومشاركاته في بطولات الموسم القادم أعتقد أنها بتحتم علينا أنك أنت تعمل نقلة نوعية، ممكن ما تكونش على مستوى الكم، لكن بالتأكيد مهم جدا جدا تكون على مستوى الكيف، وده هنناقشه النهاردة مع نجمنا كابتن أشرف ممدوح اللي هيكون ضيف علينا في السادسة بعد الفاصل. سبعة مليار وشوية كده وشوية فكة هي إجمالي إيرادات الدوري الإنجليزي في موسم 23-24. من هنا بقى من النقطة دي، من اللحظة دي، ارجع كده فلاش باك للدوري الإنجليزي من 10-15 سنة وشوف الناس دي اشتغلت إزاي وحطت خطة أو خطط، مجموعة خطط بقى مرتبطة بإزاي يكون الدوري ده هو الوجهة الأولى لأهم الأسماء في عالم كرة القدم على مستوى مديرين فنيين واجهزه فنيه، على مستوى لاعبين، شوف التخطيط للملاعب، شوف التخطيط للوائح المنظمه للبطوله، شوف التسويق للبطوله على مستوى الرعايه والمعلنين، وشوف الناس ابتدت ازاي ووصلت لفين النهارده. هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنين طويله جدا، بس على ارض الواقع مفيش اي حاجه بتتغير او بتترجم على ارض الواقع، لكن مش قصتنا ومش موضوعنا. نرجع لدورينا الممتاز مرة تانية. 15 يوم قد تكون حاسمة، 15 يوم هي الأهم على مستوى العمر المتبقي من منافسات الموسم الحالي والكلام على
22 يوليو المحطة الثانية في مواجهة الأهلي وبيراميدز. المحطة الأولى هتكون يوم الجمعة اللي جاي في انتظار طبعا والرهان الكبير على جماهير النادي الأهلي، وقبلهم عندنا مباراة بكرة مهمة جدا هي التجربة الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز إن شاء الله يوم الجمعة القادم. بيشرفنا النهاردة النجم الكبير كابتن أشرف ممدوح ضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن أشرف. مساء الخير يا أحمد، وحشني جدا وسعيد دايما بوجودي معاك، ودايما بتدي كده السم في العسل دايما. لا والله خالص خالص والله، من واقع الغيرة بس طبعا. يعني هو السم في العسل ده إنه لا أنتوا يعني حسوا بقى، يعني لازم نعرف إحنا فين. إحنا بقالنا تقريبا سنين طويلة جدا عايشين في نفس الدايرة. صحيح. يعني كل موسم تحس إنه في أوقات كتير جدا بطلع حلقات حاسس ان الحلقات دي بالنسبه لي مكرره، بدل ما اطلع النهارده يا جماعه هاتوا الحلقه بتاعت يوم الفلاني، لان كل موسم بتتكلم في نفس المشكلات، كل موسم بتكرر نفس الازمات، كل موسم نفس الخناقات، فبالتالي تحس انك بتبقى مرهق او مستنزف مش قادر تتكلم تاني. اخطاء متكرره. صحيح. وللاسف انه انت فاكر الدوري الانجليزي اكيد زمان كان عامل ازاي؟ طبعا يعني الامور اختلفت، عنف وشغب وضرب ومفيش كوره ومفيش اسماء ومفيش نجوم ومفيش ملاعب. هي دي كره قدم او هي دي الرياضه، ازاي تطور نفسك، ازاي تصل بالصناعه انك تصل لهذه الارقام يعني الرهيبه، ارقام غير طبيعيه تدل ان الناس بتشتغل بس، يعني ما بتبصش انه في للمشاكل للترند انا بادي شغل وخلاص، لا الناس بتشتغل بجد علشان توصل للمراحل اللي بتكلم عنها دي، بدليل ان العالم كله بيشوف بيحط سبوت على الناس دي. انت بتتفرج النهارده حتى في مصر بعد الاهتمام الكبير جدا جدا بالدوري والبطولات القاريه لمنتخب مصر و الناس ابتدت تروح للدوري الانجليزي للدوري الاسباني. انا كنت لسه اقول لك انا خايف يجي علينا يوم، يعني بشوف انه انت عارف العالم كل شويه بيصغر بيضيق. يعني النهارده السوشيال ميديا قربت كل مش بس يعني السوشيال ميديا، هي ثوره الاتصالات عموما. يعني فكره انه النهارده انت بتتفرج على المسلسلات اللي بتتعرض في اي مكان في العالم في نفس التوقيت، بتتفرج على الافلام اللي تنزل في اي مكان في العالم في نفس التوقيت. في اجيال طالعه جلوبالايزد، يعني ما هياش بس مرتبطه بالمحتوى المحلي اللي انت بتقدمه لها، على مستوى الدراما ده ينطبق، على مستوى الاغاني ده ينطبق، على مستوى الرياضه ينطبق. والدليل انه في العشر عشرين سنه الاخيره احنا كنا بنتفرج مثلا على ايامينا بالكثير قوي على الشامبيونز ليج، صح؟ يعني النهارده في جماهير، في روابط انديه لليفربول والريال مدريد والبرشلونه والبي اس جي في الوطن العربي. صحيح. كمان شويه انا خايف انه الناس دي ما تبقاش ليها علاقه بالمنتج المحلي خالص، يعني يبقى خلاص اركن بقى الدوري المصري ده على جنب واركن. في ناس بقت كده يعني. يعني انت متخوف فعلا، لكن في ناس من في الوطن العربي او من العرب ابتدوا فعلا يبقى عندهم انتماءات اخرى غير الدوري المحلي وغير المنتخبات حتى العربيه يعني. وبعدين تعالى على المستوى الثاني بقى اللي يضايقك، لو انا ما عنديش الامكانيات فصعب جدا ان انا احلم او ان انا افكر في ده، لكن انت تملك كل مقومات النجاح. يعني انت بتتكلم على تاريخ، انت تملك التاريخ والالقاب، بتتكلم على انديه الجماهيريه والشعبيه، انت تملك اكبر الانديه الجماهيريه والشعبيه على مستوى البشريه وماليه، بتتكلم على جمهور بيعشق كره القدم. يعني الولايات المتحده الامريكيه بنفسها بجلاله قدرها ما عندهاش شغف على مستوى كره القدم. صحيح. يعني هم عندهم البيسبول، امريكان فوتبول، الباسكت، اهم بكتير جدا من كره القدم. صحيح. انت على مستوى الولع والشغف الشعب المصري كله اللي ليه واللي ملهوش بيحب كره القدم، بنيه تحتيه، عندك ملاعب على احسن طبعاً مستوى. طبعاً. يعني في عندك مميزات كتيره جدا، في مقومات كتيره تخليك تتحرك لقدام، تخليك تنجح في ده. يعني ابتدينا سخن شويه، لكن انا كنت هبتدي معاك باليورو والله. معايا شويه اسئله في اليورو كده عايز اخد رايك فيها. خليني بس يعني طبعا اقول لكل الوطن العربي وكل المسلمين في كل مكان كل سنه طيبين بمناسبه العام الهجري الجديد، وانت طيب حبيبي، سنه سعيده. وانت طيب يا رب يا رب. امين. الوطن العربي، وخلينا نتقدم بخالص العزاء طبعا لنجمنا احمد رفعت ولاهله بالصبر والسلوان، ويعني ربنا يتغمده ان شاء الله برحمته الواسعه. يعني اثر فينا كلنا طبعا طبعا، مش بس اهله، لازم يعرفوا ان احمد يعني واحد مننا، وفعلا كلنا حزنا عليه، ومش كلام، مش ترندات، مش ناس بتتكلم وخلاص، لكن فعلا اثر فينا جدا جدا، لانه شخصيه محترمه ونموذج للاعب ملتزم ومحترم وفنيا عالي جدا، لكن يعني ما يعزش على ربنا رحمه طبعًا الله عليه طبعا. طبعًا. يعني ولازم طبعا يعني بعيدا بقى عن الكلام الكتير، انه يعني نقطه بقى ونقف، ما هو ده من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها احمد، انه لازم يكون في لوائح وفي قوانين وفي حاجات يعني
يتعرض المخطئ او المتسبب في الامور دي لجزاءات علشان تقدر تكمل بطريقه سليمه. رحمه الله عليه والاهله طبعا الصبر والسلوان يعني. يا معاك انا طيب معاك. طيب نبدا هاخدك بقى معلش لحاجه ثانيه يعني هروح البدايه اللي حسب الورقه انا محضرها هنا اليورو وانا بدات حلقه النهارده بما ان احنا دخلنا على نهائيات مبكره كان صحيح. اولها اسبانيا والمانيا. اسبانيا والمانيا طبعا. الماتش ده في دروس كتير جدا لازم هنقف عندها في كره القدم. صحيح. تمام؟ واحد اسبانيا بتلعب مع المانيا الاثنين منتخبات كبار. صحيح. الاثنين شفتهم بيلعبوا نهائي مبكر على البطوله. المانيا حتى لو مش بتلعب على ارضها منتخب تقيل. لكن اللي بالنسبه لي كان علامه استفهام منتخب اسبانيا. ازاي في جيل كبير جدا ودع؟ جيل كبير جاب اول بطوله كاس عالم لاسبانيا. ازاي نجوم كتيره جدا بتختفي من على الساحه بشكل تدريجي؟ ازاي يظهر منتخب من وجهه نظري ما فيهوش لاعب كبير سوبر ستار مؤثر يقدر يعمل فارق او يقود فريق غير رودري؟ صحيح. قلت جنب منه بشويه بعيد كده كارباخال. اي صحيح. معاك خبر. ومجموعه من اللاعبين الناشئين الصغيرين بيظهروا لاول مره تقريبا في بطوله كبيره زي بطوله اوروبا. ويظهروا بالشخصيه دي ويبانوا كانهم مرشح اول للقب من الدور الاول ويبانوا اكتر واكتر في مواجهه منتخب بيضم نجوم كتيبه مدججه من النجوم وبالخبرات بتتكلم يعني. على مستوى كل واكبر انديه العالم جمال موسيالا بايرن ميونخ توني كروس ريال مدريد جوندوجان سيتي ثم بارسا نوير بايرن ميونخ خبرات كبيره جدا طبعا يعني بتتكلم على في كل روديجر ريال مدريد فانت بتتكلم على منتخب يعني ياخد كاس العالم مرتاح يعني صحيح. وبيلعب على ارضه وسط جمهوره المعادله دي ازاي نجح فيها الاسبان من وجهه نظرك؟ من التحضير انت بتتكلم في مجموعه من الشباب هم اللي بيقودوا منتخب اسبانيا دلوقتي ده دليل انك بتشتغل على من القاعده مش من فوق ودايما بنتكلم في مصر ان عندنا مشكله كبيره جدا جدا في التخطيط انت ازاي تخطط تحط مخططاتك والبلان لمستقبلك او مستقبل الاجيال اللي جايه من القاعده مستقبلك مستقبل تخطط للمستقبل طبعا دي حاجه كلمه غريبه الاولمبيات اللي هتبدا كمان اسبوعين عندنا اول ماتش لمنتخب مصر يوم 24/7 مش عارفين نخطط له صحيح انا معاك طبعا ودي المشكله الكبيره انه انت ما يعني اللي بيشتغل النهارده ما عندوش خطه واضحه للمستقبل وحتى لو بيشتغل 20% ما بيسيبش حتى اللي بيجي بعديه ما بيكملش على 20% يعني انت متخيل ده يعني بيهد ويبتدي يشتغل من اول جديد ده لو اشتغل فاحنا عندنا ازمه كبيره جدا في التخطيط وواضح ان منتخب اسبانيا اشتغل على ده من فترات طويله لان النهارده منتخب عمل احلال وتجديد بالسرعه دي مش بالسرعه كمان انت بتتكلم في اجيال عظيمه كلهم لمنتخب كلهم اسبانيا يعني بدري كم سنه بيدري جافي كام سنه كلهم لامين يامال كام سنه طبعا دول تحت 24 كل دول تحت على مين يامال ونيكو ويليامز تحت 20 سنه تحت. 16 سنه و 18 سنه حاجه كده يعني. هو ده التخطيط هو ده اللي بقول لك عليه ان لازم يبقى عندك خطط واضحه للمستقبل بلان واضح ازاي بتعد المنتخبات والقاعده الكبيره من تحت دايما بنشتغل من فوق احنا دايما في مصر بنشتغل من فوق بس تحس اننا يعني في كبر كده وتعالي يعني طيب قبل ما اكمل معاك في كذا نقطه في اليورو توقعاتك او رؤيتك للمواجهات اللي جايه خلينا نروح للنادي الاهلي زميلنا شريف شعبان جاهز عشان يتابع معانا ومع جمهورنا استعدادات وتحضيرات النادي الاهلي انا بشوف الاسبوع ده على بعضه باكج يعني اعتقد ان مارسيل كولر حاطط في اعتباراته جدا ماتش بكره وكمان ماتش ومباراه بيراميدز فخلينا نروح لشريف ونشوف اخبار تمرينه النهارده ايه مساء الخير يا شريف مساء النور زميلي احمد تحياتي ليك وطبعا ولضيفك الكريم الكابتن اشرف ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بالفعل زي ما تفضلت يمكن كولر شغال على المباراتين يمكن ادى اجازه يومين بعد اخر مباراه والنهارده اول تمرينه هيبقى فيها معسكر ثم الدخول في معسكر طبعا ليله مباراه طلائع الجيش اللي هتكون بكره باذن الله يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي التمرين شغال منذ قليل ويمكن الراجل مركز بعد الرجوع من الاجازه على التكتس والوقفه في الملعب وبعض الجمل التكتيكيه يعني فيا رب باذن الله يكون توفيق مع النادي الاهلي ونكسب بكره فريق كبير هو فريق طلائع الجيش مع مدير فني كبير طبعا هو الكابتن عبد الحميد بسيوني. عايز اعرف منك اخبار تمرينه النهارده ايه سكواد النادي الاهلي هل في جديد فيما يتعلق بقائمه المصابين
سواء كنت بتكلم طبعا يعني مينلي طبعا هو بيرسي تاو اللي يمكن الغايب بشكل كبير، عمر يمكن كمال عبد الواحد اطمنا عليه في التدريب الاخير قبل المباراه الداخليه، نعرف منك كده ايه الاخبار. يمكن تمرين النادي الاهلي بدا منذ قليل، الاول كان في محاضره فنيه كولر مع اللاعبين، نقاط القوه والضعف الفريق طلاء الجيش، ثم التمرين. تمرين بيشارك فيه ما شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كل لاعبي النادي الاهلي بما فيهم بيرستاو ايضا بيشارك في التمرين، كهربا بيشارك في التمرين، الكل بيشارك في التمرين، الكل تحت امر مستر كولر، هيختار ايا كان يخش المعسكر معاه، الكل اصبح جاهز الان، كولر بقى يختار اللي هو عاوزه، الجميع متاح ومتاح لي او الجميع متاح لي كولر طبعا، ايا كان بقى النهارده راجل بيشتغل التكتيك بتاعه، هيشوف مين اللي يناسب مباراه بكره، هيبدا ياخده النهارده معاه في المعسكر. ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الكل بيشارك في مران النادي الاهلي الان في ملعب التتش. الولد الصغير اللي كان موجود في الكادر، يا ريت تجيبه لنا مع مستر مارسيل كولر من شويه شريف، واعتقد انه كمان حصل على توقيع عدد من لاعيبه النادي الاهلي، ايه حكايته او ايه قصته؟ الولد الصغير لما جيت التمرين لقيت ولد موجود بيتكلم الانجليزيه وبيتكلم العربي مكسر جدا، عايش في كندا طول عمره، حلم من احلام حياته ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، يتصور مع لاعبي النادي الاهلي. بالفعل طبعا هنا المسؤولين سمحوا على الفور بالتصوير داخل التتش، مدير الكره الكابتن خالد بيبو، فحقق حلم طفل مصري عايش في كندا، ومش عاوز اقول لك السعاده اللي كانت باينه على وجه الطفل وهو بيتصور مع نجوم لاعبي النادي الاهلي ومع كولر والمدعبات والتوقيع على التيشيرت، خارج في قمه سعادته، خارج ينقل تجربه عاشها يمكن في اقل من 10 دقائق داخل النادي الاهلي في كندا، يتكلم على اللي شافه في النادي الاهلي وحلاوه النادي الاهلي ومعامله مسؤولي النادي الاهلي مع طفل مصري بيعيش في كندا. يعني طبعا شيء لطيف جدا والله، كويس ان ولد في كندا وعايش ومتابع وعارف انه الاهلي، واعتقد انه يعني مواجهات الاهلي على مستوى كاس العالم حطته في حته ثانيه بتهالي على المستوى العالمي، وكل الولاد المصريين الاجيال الجيل الثاني والثالث اللي اتولد بره عارف دلوقتي ان في نادي مصري كبير جدا موجود دايما في المحافل العالميه هو اسمه النادي الاهلي. خليني اسالك وارجع مره ثانيه لقائمه اصابات النادي الاهلي او الغيابات في الفتره اللي جايه يا شريف. احنا الحمد لله قائمه الاصابات الحمد لله ما فيهاش غير علي معلول، يا رب يعني باذن الله يعني تكمل على كده لحد نهايه الموسم، ويرجع لنا كمان علي معلول ايضا يعمل لنا يعني اضافه كبيره جدا، يا رب بس تكمل على كده. الدنيا كويسه جدا، النهارده هيخش بعد التمرين في معسكر مباراه بكره، ثم يستعد ايضا لمباراه بيراميدز، يمكن توالي مباريات ضغط المباريات، الراجل بيشتغل جانب نفسي جانب تكتيكي جانب بدني، بيحاول يشتغل التغذيه ايضا اللي هي عامل كبير جدا عشان اصابات اللعيبه، بيهتموا بالتغذيه بيهتموا بالاكل اللي ممكن ما يجيبش اصابات عضليه للاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل على التفاصيل زميلي احمد، وما ادراك ما التفاصيل في كره القدم، اللي عاوز ياخد بطولات واللي عاوز يقف على منصات التتويج لازم يشتغل بالتفاصيل، كولر وجهازه بالكامل بيشتغل على التفصيل، فعشان كده ما تستغربش بقى تلاقي النادي الاهلي بيتوج بكم البطولات الهائل دوت. انا ما تابعتش بس تمرينة امبارح، تاو امبارح خد او شارك في التقسيمه ولا اكتفى بس انا شفته طبعا ظاهر حضراتكم شفتوا بيرسي تاو دلوقتي هو بيشارك في اجزاء من تمرينته النهارده، هل خد جزء في التقسيمه بتاعت امبارح ولا اكتفى بس بالجوانب البدنيه؟ امبارح واول امس كان اجازه لاعبي النادي الاهلي ما عدا المصابين، كان بيرسي تاو موجود بيشتغل على برنامجه، وده اللي عاده النادي الاهلي، اي اجازه بيبقى الفرقه اللي بتشارك بس او في القائمه اللي عنده تاهيل او اصابات ما بياخدش اجازه فبيشتغل، فبيجي بيرسي تاو امبارح اول امبارح بيشتغل، ولكن النهارده هي اول تقسيمه ينزل فيها مع لاعبي النادي الاهلي، جاهزيته بقى 100% 80% 70%، انا بتكلم جاهزيه فنيه. أيوة ترجع بقى الكولر والجهاز الطبي، ولكن هو الان مشارك في التمرين بصفه كامله بصفه منتظمه على النادي الاهلي. صحيح مش الكلام مش بس على ماتش بكره، طبعا بشكر الزميل عزيز شريف شعبان، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي، بس زي ما حضراتكم شفتوا لقطات معانا دلوقتي من التمرين، بيرسي تاو بيشارك، والفكره مش مباراه بكره، طبعا التقسيمه النهارده هتحدد الى اي مدى بيرسي تاو اصبح جاهز للمشاركه، مستواه فعاليته قدراته بدنيا وفنيا ومهاريا هيحكم عليها مستر مارسيل كولر، لكن اللي يهمني او اللي انا بتكلم عليه فكره انه كل الاوراق تبقى جاهزه قبل يوم 12 وقبل يوم 22، لانه الى حد كبير جدا المواجهتين دول اعتقد وده اللي اسمع راي اشرف فيه هم اللي هيحسموا بشكل كبير شكل المنافسه على
بطولة الدوري. طيب عشان وقتنا اقفل اكتفي بهذا القدر، توقعاتك بس اختم اليورو بتوقعاتك لماتشين الدور قبل النهائي، عندنا اسبانيا فرنسا، هولندا انجلترا، شايف المواجهتين دول ازاي ومين الاقرب للوصول للمباراة النهائية؟ شايف اسبانيا؟ اسبانيا على حساب فرنسا، مباراة صعبة قوي يعني، مباراة صعبة جدا بصراحة. جدا امكانيات لاعبي منتخب اسبانيا، مباراة كمان تليق بانها تكون النهائي. صحيح. يعني انجلترا رغم انه السكواد والنجوم على اعلى مستوى لكن ما لعبتش كورة بصراحة في البطولة. صحيح. هولندا اجتهدت لكنها برضو مش المنتخب اللي ممكن ترهن عليه في النهائي. صحيح. يعني القرعة خدمتهم او السكة خدمتهم جدا ان هم الاثنين واحد منهم يوصل نهائي. جدا. انا كنت متوقع من البداية اسبانيا والمانيا. صحيح. منتخب صاحب الارض والجمهور، منتخب الافضل، ويعني كنت شايف ان اسبانيا والمانيا ممكن يكونوا طرفي النهائي يعني، لكن اعتقد منتخب اسبانيا هيكون في احد طرفي النهائي والفاينل، وانجلترا وهولندا الاثنين قريبين خلي بالك، وطريقه اللعب صحيح مختلفه شويه دفاعيا لانجلترا، هولندا شويه الناحيه الهجوميه افضل، لكن شايف ان منتخب انجلترا ممكن يفوز في اللقاء ده، يكون طرفي النهائي انجلترا واسبانيا، لكن شايف منتخب اسبانيا ممكن يفوز باليورو. واحده من الدروس المهمه جدا انه البطوله دي اللي بتقولها يعني البطوله دي تحديدا، وممكن كمان اخد معاك كوبا، اخدهم الاثنين كده باكج، انه مش متابع كوبا امريكا خلي بالك، انا عشان التوقيتات عشان التوقيتات بس، اتليست في ناس كتيره جدا بتتفرج على هايلايتس وبتشوف بتشوف مشوار البطوله عامل ازاي، لكن طبعا الاضواء كلها رايحه على اليورو، لكن سواء كانت يورو يعني حتى لما ابص على الكوبا والاقي كندا موجوده النهارده في سيمي فاينل واجهت ارجنتين، ولو كسبت مباراه ممكن تبقى اول مره في تاريخها طبعا فاينل كوبا امريكا. بيقول البطولتين بيقولوا حاجه مهمه جدا يا عشرة، بيقولوا انه مش بالضروري يكون عندك دوري قوي ومش بالضروره يكون عندك محترفين على اعلى مستوى، عشان شفت ده بيحصل في كندا في كوبا، شفت ده بتقوله لنا النمسا، بتقوله لنا جورجيا، بتقوله لنا سلوفيكيا، بتقوله لنا سويسرا. صحيح. بتقوله لنا تركيا في بطوله اليورو طبعا، كمان تركيا من المنتخبات اللي فاجئتني جدا. صحيح. خاصه انه في 8 تقريبا من القوام الرئيسي لمنتخب تركيا من اللاعبين اللي بيلعبوا داخل تركيا. أيوة. ده معناه انك بتشتغل من القاعده وبتشتغل على قطاعات الناشئين. شوف ده الوضع الطبيعي يعني، احنا بنتكلم ان ده استثناء، لا هو ده الوضع الطبيعي. الاستثناء اللي بيحصل عندنا في مصر انك بتشتغل غلط، بتشتغل بطريقه خاطئه، عشان كده منتخباتك دايما في طريق فاشل او بتوصل في النهايه ما بتحققش الانجازات المطلوبه، لكن كل المنتخبات على مستوى العالم بتشتغل طبعا على المنتخبات. صحيح. بشكل جيد من القطاعات، من الناشئين، من القاعده الاساسيه من تحت، عشان كده بتوصل في النهايه انك تشوف منتخبات الناس شايفاها بعيده جدا عن التصنيف زي سويسرا وزي تركيا وزي النمسا زي ما اتفضلت وقلت يا احمد، لا بتشوف فنلندا كمان، تشوف النهارده كندا، تشوف بيحققوا انجازات كبيره جدا جدا على مستوى بطولات كبيره زي اليورو وزي كوبا. صحيح. وبالتالي لا. صحيح. الناس بتشتغل بجد وبتشتغل من القاعده، وده الاساس اللي لازم كل المسؤولين في مصر يشتغلوا عليه. طيب ازاي بتشوف اختيار النني، اختيار روجيرو ميكالي للنني عشان يكون اضافه لمنتخب مصر الاولمبي؟ طبعا لا خلاف النني لاعب مميز وتاريخ كبير جدا جدا، لكن اعتقد انه يعني بالبلدي كده اتزنق الراجل، اتزنق في اختياراته. كان في طموحات او امال ان يكون عندنا في بعض اللاعبين اللي تم اختياراتهم للافاده اكتر، زي امام عاشور، زي مروان عطيه، في اسماء كان ممكن تكون رجلها افضل في الملعب او مستواها دلوقتي افضل كتير من النني، لكن النني لاعب كبير ويقدر يفيد منتخب مصر. شوف انا رايي مختلف الحقيقه في القصه دي، وكنت شايف من البدايه انه يخوض التجربه، يعني منتخب الاولمبي بقوامه الرئيسي اللي بيلعب بيه يخوض التجربه. النهارده اللاعبين دول وصلوا كام سنه؟ معلش قول كده. 13 تحت 23 مظبوط. يعني انت بتتكلم النهارده في اكبر من لامين يامال بسبع سنين، مش كده؟ الراجل النهارده مكسر الدنيا. طب انا هدي الفرصه للناس دي امتى؟ مصطفى شوبير النهارده لغايه شوبير ما ابتدى يلعب مباريات كبيره مع النادي الاهلي كانت الناس بتتكلم عليه انه ناشئ. لا هو مش كده؟ هو الافيه مش هنا، هو الافيه لو لم تحدث اصابه الشناوي. صحيح. هل ممكن شوبير كان ياخد فرصه يعني على 30 كده؟ على 30. فانت بتتكلم امتى الناس دي هتاخد فرصه؟ ما نسيبهم ياخدوا التجربه. من المفترض ان هم زي ما الناس بتسال مثلا امتى مثلا محمد ضوي كريستو ياخد فرصه مثلا يعني. طيب. يعني انت عندك لاعب اسمه مصطفى سعد ميسي مش كده؟ منتخب. صحيح. لاعب جيد جدا جدا جدا، كان صفوف النادي الاهلي قبل كده. لو كان صلاح
راح مع المنتخب كنت هتشوف مسجل كان على جنب مش موجود مظبوط الشناوي او احد من الاسماء الكبيره اللي راحت حمزه علاء ما كانش هيبقى متواجد بنسيب الفرصه مش شباب يعني دول انا شايف ان هم لعيبه جيده جدا وياخدوا الفرصه ومن الممكن يكون عندهم عروض في السن ده ممكن تفرق معاهم في احتراف فانا شايف انهم ياخدوا التجربه من البدايه يعني قبل ما تحصل المشكله دي لا المنتخب الاولمبي ياخد التجربه بلاعيبته بالسكواد ده علشان نشوف الجيل ده ايه اللي جاي يعني انت بتلعب في بطوله خلي بالك فيها ثلاث فرق منهم فرقتين انت ممكن تعمل معاهم نتائج جيده اوزباكستان والدومينيكان يعني اسبانيا صحيح فريق قوي لكن ان شاء الله نقدر نعمل معاه لكن اسبانيا مكتوبه علينا في الاولمبياد لكن تقدر تعمل نتائج جيده يعني على الاقل تقدم منتخب جيد تقدم لعيبه جيده في 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 مظهر كبير جدا جدا من مظاهر كره القدم اللي موجوده اعتقد ان فرصه كبيره جدا ليهم ان شاء الله يعني يتالقوا باذن الله تعالى ان شاء الله وانا بشوف كمان ان المنتخب ده يعني هو النواه اللي ممكن يبني عليها كابتن حسام منتخب مصر ان شاء الله بعد تاهلنا ده اكيد ده اكيد احنا بنتكلم يعني في ده انا وانت من فتره طويله على فكره يعني مش ده احنا مش من النهارده احنا بنقول ان منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب مع شيتوس هم دول النواه اللي المفترض ان شاء الله هتكون منتخب مصر الفتره اللي جايه سيب الناس تعد نفسها ونشوف تشوفهم في البطولات الكبيره دي ممكن يادوا ازاي ممكن يكتسبوا خبرات قد ايه لكن النهارده اضيف ثلاث لاعبين واستبعد ثلاث لاعبين من اللاعبين المميزين في المنتخب الاولمبي انا شايف ان ده ظلم كبير جدا جدا صحيح يعني. طيب اروح معاك للاهلي واحد الاول شايف اخر مباراتين للاهلي ازاي؟ يعني اختلفوا على مستوى الاداء واختلفوا على مستوى النتيجه بعيدا عن الاسبوع بس اللي الاهلي خده بانسحاب الزمالك لالتقاط الانفاس هل شايف ده اللي اثر؟ هل ده اللي عمل النقله؟ فكره انك انت خففت الضغط شويه ريحت اللعيبه من الاجهاد مع وجود الروتيشن شفنا التشكيلين وظهور لاسماء كانت جيده جدا ولا تحطها تحت اطار النتيجه الخادعه لانه دي الترجمه الحقيقيه للفوارق وانه اللي جاي لسه ما زال صعب يعني شوف ما نخدعش لا بالنتيجه ولا بال كل اللي انت قلته ده امر واقعي جدا 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 في النادي الاهلي يعني البروفيسور في حته الروتيشن اللي بيقوم بيها هو مستر كولر انا شايفه بروفيسور في الحته دي يعني محترف فيها بشكل كبير جدا واحدة جدا من اهم نقاط قوته جدا جدا ازاي بيقدر يعمل روتيشن ازاي كل اللاعبين جاهزين يعني انا النهارده مش شايف فرق او في فروق بدنيه على الاقل او ذهنيه فنيه داخل الملعب بين لاعب ممكن ما بيشاركش بشكل اساسي من البدايه لكن بيكون بديل وما بين اللاعب اللي بيشارك بشكل اساسي النهارده كل اللاعبين على مستوى جيد ومستوى واحد حتى اللاعبين اللي بيرجعوا من الاصابه احمد دي ده يترجم في اوضه اللبس على ان الراجل شغال نفسيا مع اللعيبه كويس اشرف جدا يعني مش قصه عكس ما يقال انه في بعض المشاكل طبعا في بعض المشاكل مع بعض اللاعبين لكن خلي بالك المشاكل بتبقى لا هو انا هقول لك حاجه او هقول بالاسماء عشان الناس تفتكر يعني المواقف دي اتقال ان في مشاكل مع بيرسي تاو اتقال ان في مشاكل مع احمد عبد القادر اتقال ان في مشاكل مع كهربا اتقال ان في مشاكل مع امام اتقال ان في مشاكل مع ربيعه اتقال ان في مشاكل مع ديانج يعني في قائمه طويله جدا على مدار الموسم اترصت كده انه الخواجه عنده مع مشاكل جزء كبير من اوضه لبس في نادي الاهلي عنده مشاكل صحيح المشاكل دي انا شايفها مشاكل فقط في عملية التدريب الراجل عنده التزام غير طبيعي يعني هو شايف حتى تصريحاته اللي دايما بيقولها وثابتة على مدار المواسم اللي فاتت مع النادي الأهلي هي إنه الملعب هو الفيصل أنا الراجل اللي بيشتغل معايا في الملعب ما فيش حد يتخيل إنه ممكن يكون حاجة غير أدائك وتمريناتك والتزامك داخل وخارج الملعب ودي الصفة الأساسية اللي موجودة مع مستر كولر في كل اللاعبين وتعاملاته مع كل اللاعبين أنا أتمنى إن يعني المشكلة البسيطة اللي موجودة مع كهربا تذوب يعني تذوب لأن أنا شايف كهربا من اللاعبين المميزين جدا والخسارة إنه يسيب النادي صحيح هيخسر هو كلاعب وأي لاعب بيبعد عن النادي الأهلي بيخسر لكن أتمنى تواجده في النادي الأهلي الفترات اللي جاية لأن كهربا من اللاعبين اللي اتغيرت عقليتهم يا أحمد يعني لو فاكر في فترة من الفترات كان في مشاكل طبعا طبعا في اختلاف كبير جدا في الشخصية جداً وفي التصرفات جداً وفي طبعا لا يحسب ليه كمان ان هو قدر يطور الجزئيه دي عنده بشكل كبير جدا واعتقد انه ترجمتها على ارض الواقع في مصلحته كانت في مصلحته طبعًا هو شخصيا طبعًا بشكل كبير مفيش خلاف وفي مصلحه فرقته من بعده مفيش خلاف والنقطه النفسيه اللي بتكلم عنها دي تقدر تقيسها على لاعبين كتير يعني قفشه مثلا نفسيا ازاي اتغير
وفنيا كمان داخل الملعب. ده تغيير نفسي، ده شغل نفسي بيشتغله مستر كولر وجهازه الفني مع اللاعبين. امام عاشور نفس الكلام، في اسماء كتيره ازاي تقدر بالمعامله والتعامل النفسي ده تقدر تغيرهم فنيا داخل الملعب. دي نقطه مهمه جدا طبعا. الفروق الكبيره اللي موجوده وضحت، يعني النهارده النادي الاهلي لما بيلعب كل الفرق في 11 مباراه 11 فوز متتالي في الدوري بأداء بيتطور للأفضل، يعني آخر مباراتين بتكلم عنهم في أداء كبير مختلف عن للنادي الأهلي على مستوى الأداء ومستوى النتيجة. وبالتالي لا، في تطور كبير جدا نتيجة الفروق اللي موجودة. أنت النهاردة قاعد مش خي، يعني أنا الحقيقة مش قلقان، يعني النادي الأهلي بيلعب أي فريق النهاردة في الدوري أنا مش قلقان، مش قلقان رغم الروتيشن الكبير اللي بيحصل لأن الفروق واضحة. طبعا الاسبوع اللي خده النادي الاهلي متنفس كبير جدا بعد الضغوط الكبيره جدا جدا ذهنيا وبدنيا وفنيا الفترات اللي فاتت، لا فرق طبعا بعد طبعا مباراه الزمالك. فانا شايف كل اللي انت اتكلمته عنه احمد لا طبعا فارق كتير جدا جدا. ماتش بكره تعتبره فرصه لايه؟ يعني هل فرصه ان انا دي المحطه الاخيره قبل ماتشين بيراميدز، او ماتش احنا عندنا بعد عندنا ماتش يوم الجمعه اللي جاي مع بيراميدز يوم 12، وعندنا ماتش تاني يوم 22، واعتقد في مباراه في النص انا مش متذكر مع مين، يا ريت زمايلي بس يفكروني، لكن بشوف ان الماتشين دول تحديدا هيبقوا في منتهى الاهميه. ماتش بكره هو بروف، هو محطه اخيره قبل ماتش الجمعه الاول اللي جاي ده. تخبي ورقك يعني تلعب على نفس قصه الثلاثه بونت وتشتغل على الروتيشن وتحافظ على عناصرك اللي ممكن تكون بتفكر فيها في ماتش بيراميدز من الإجهاد أو لا قدر الله من الإصابات وتلعب بشكل مختلف، ولا بالنسبة لك تستغلها على أنها بروفا لمباراة بيراميدز؟ النادي الأهلي يخبي وراه يعني يعني شوية. مش لازم يخبي بس أتليست يريح يعني على يريح بعض اللاعبين يريح. طيب. خلينا أقول لك إنه لا، هو الأهلي كتاب مفتوح للناس كلها، مفتوح لكل الناس. يعني أنت بتلعب حتى في البطولات القارية أفريقيا وكأس العالم، لكن مثلا ممكن أريح لعيبة ممكن هيبقوا بالنسبة لي وجوده في ماتش بيراميدز عندهم إجهاد مهمين جدا. يعني في كتير لعيبة ريحت الفترة الأخرانية، راجل ريح إمام، ريح عبد المنعم، وبيرجع افوق واحسن وبيرجع وأفضل احسن بالظبط كده. فخصوصا الفواصل في الوقت ما بقتش كبيره، بتكلم يومين ثلاثه. فممكن اريح عناصر ولا كله رجله في الملعب لا، من وجهه نظري لو في حد عنده اجهاد كبير، واعتقد ان التطور الكبير جدا في عمليه التاهيل والناحيه الطبيه دي والاجهزه فرقت كتير جدا جدا في معرفه كمان فسيولوجيا ازاي عضلاتك تعبانه ولا مرهق ولا، فاعتقد ان دي هتفرق كتير. لو فعلا عنده حد اعتقد ان مش فارق قوي انه ممكن مين يبقى موجود او مين غايب المباراه دي، لان الروتيشن فعلا جهز ناس كتيره جدا الفترات اللي فاتت. وبالتالي لو القياسات طلعت ان في حد مجهد اعتقد ان مستر كولر يعني والجهاز الفني يعني بالتاكيد هيكون في راحه ليه، وده ما عندوش خلاف فيه يا احمد. يعني انا ما شفتش حد في النادي الاهلي رقم في النادي الاهلي ممكن يكون او لاعب في النادي الاهلي ممكن يكون لا بديل عنه، مفيش. انت النهارده تقدر تقول لي لا يمكن الاستغناء عنه يعني؟ لا مفيش. يعني كلهم طبعا لعيبه طبعا مش تقليل منهم، بس يحسب للسكواد، يحسب للسكواد انك الكل النهارده متواجد، الكل النهارده جاهز. وانت مش متخوف، صحيح في لازم يكون في طبعا كيمستري بين المجموعه المتواجده، لكن انا مش شايف في اختلافات كتير. يعني المستوى متقارب، التشكيلات اللي بتبقى متواجده في انسجام، وبالتالي لا الحمد لله نجح الجهاز الفني بشكل كبير في تجهيز كل الناس. فلا يعني مش شايف انه تلعب على ثلاث نقاط ايا كان الاسماء اللي موجوده، ولو في حد عنده جهاد ذهني او بدني او يتم راحته طبعا، دي ما فيهاش خلاف يعني. لكن بعيدا عن انك يعني يبقى احضره للمباراه اللي جايه، انما لو في حد عنده مشكله لا يريح طبعا الباقي او الموجودين يقوموا بالدور. شايف المواجهه الاولى مع بيراميدز ازاي؟ دي اول مواجهه هتجمع بين الاهلي وبيراميدز في طبعا او واحده من مؤجلات الدور الاول. مباراه قويه يعني لا خلاف ان بيراميدز ضغط على مين اكتر؟ على بيراميدز طبعا، على بيراميدز. الاهلي جاي من تحت مؤجلات كتيره جدا جدا، وانا واحد من الناس كنت متخوف
بشكل كبير جدا جدا على النادي الاهلي انه يفقد نقاط في الصراع ده او في المنافسه دي، لان السيناريو اللي حصل مع موسيماني يتكرر يعني. طبعا وخاصه ان المباريات كتير يعني كانت مؤجلات كتيره جدا، وفي فرق نقاط كبير لصالح بيراميدز، وفي ضغط بدني غير طبيعي ونفسي على النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت نتيجه البطولات الكتيره اللي شارك فيها. دي نقطه في منتهى الامان ناس كتير مش واخده بالها منها، انه الفرقتين اللي بيتنافسوا على الدوري واحد لعب منهم مشوار البطوله على هادي بدون على اقل من مهلك، بدون ضغوط، يعني بدون اي نوع من انواع الضغوط او التوتر، سواء توتر مرتبط بمنافس بيلحقك او ماشي جنبك راس براس. طبعا او دي نقطه مهمه قوي يا احمد، خلي بالك طبعا يعني طبعا المنافسه القريبه دي بتعمل ضغط كبير جدا. طبعا طبعا بتبقى بتاثر على حساباتك في كل لقاء جداً انت بتخوضه جداً. بالعكس تماما لما تحس انك انت فارق بعدد كبير جدا من النقاط وانت بتلعب الماتش عندك ارتياحيه، بيبقى عندك ارتياحيه كبيره جدا طبعاً. فعلى مستوى المنافسه لم تكن حاضره، بالعكس كانت غائبه. يمكن مع مؤجلات الاهلي يرجع للمشهد مره ثانيه فكره المنافسه، لكن احنا بنتكلم على فرقتين، فرقه لعبت بدون ضغوط، ضغوط منافس صحيح. او ضغوط مباريات، وفريق اختزل المشوار كله. مضاعفه. طبعا انت ضغوط مضاعفه على النادي الاهلي، لانك انت مفيش بديل عن الفوز، صحيح ان الاهلي دايما بيلعب على ده، لكن في مباريات انت احيانا بيغيب عنك التوفيق، احيانا بتكون في غيابات مؤثره، احيانا يعني اي ظروف، وبالتالي انت ما عندكش صحيح بديل غير الفوز، ودي بتبقى ضغوط مضاعفه على النادي الاهلي في فترات فاتت، لكن النادي الحقيقه حقق ده غير الضغوط من نوع تاني برضو. ودي كلها مشكله ليها علاقه بالبطوله، انا مش بتكلم عليها لانه الاهلي في النهايه بيتعامل مع اي ظروف بيتحط فيها، لكن فكره كمان انه انت بتيجي تلعب المؤجلات. انا عارف طبعا الاهلي، ما هو في حد تاني يقول لك ما هو الاهلي كان بيلعب في دوري ابطال ووصل لغايه اخر المشوار ولعب بطوله الدوري الافريقي ولعب بطوله كاس العالم ولعب بطوله سوبر افريقي، فاحنا نعمل له ايه طيب؟ فانا فاهم ده كويس جدا، بس هي في النهايه هي مشكله في المنظومه، خصوصا انه الموسم دايما بيبدا بعد موسم منتهي وبيمتد لنهايات قبل بدايه موسم على طول جديد. ففي خلل هيأثر في النهايه على المنظومه صحيح كلها صحيح وعلى المنتخبات كلها، واحنا رايحين يحط كده عينك على بدايه ميعاد كاس عالم امريكا، وارجع قبله كده التسلسل الزمني وشوف امتى لعيبه منتخب مصر هتكون واخده راحه كافيه، هتكون شكل مسابقات. احنا بنتكلم على الموسم الجاي، كنت بتكلم مع الناس وده واحد من الملفات اللي هتكلم معاك فيه بسرعه، انه انت عندك السنه الجايه اجنده صعبه جدا، انت مفترض انه الدوري يخلص 17 8. السنه الجايه عندك نفس بطولات السنه دي، هيزيد عليها كاس عالم، بس انا اعتبر الانتركونتيننتال رغم انها تتلعب في اكتر من دوله، يعني انتركونتيننتال هي بديل كاس العالم اللي احنا لعبناه، بس ده كان اللطيف فيه انك بتسافر سفريه واحده معسكر واحد معسكر بتلعب ماتشاتك كلها في نفس البلد. الانتركونتيننتال هيبقى سفر بقى سفر وكده، وكاس العالم هيبقى كاس عالم كاس صحيح عالم بقى عدد صحيح كبير من الفرق على الاقل هتلعب فيه ثلاث ماتشات في دور المجموعات، وبالتالي ممكن يبقى اكتر من كده بزياده، فموسم جاي صعب جدا وهو اخر موسم قبل بدايه كاس العالم. صحيح، واعتقد انه لازم يكون موسم استثنائي، يعني يعني خلينا نتكلم بصراحه شديده جدا، مش بس النادي الاهلي المستفيد من ده او الفرق كلها، يعني في اجهاد غير طبيعي لكل الفرق الدوري في لا مفيش الاربع خمس معاك في ده لا هقول لك يعني مفيش طبعا النادي الاهلي يعني وضعه يعني مختلف. بص خلينا نحط البندل بقى كامل، وضع النادي الاهلي مختلف، تعال نحط البندل كامل. الاهلي عنده كام لعيب دولي في السكواد بتاعه؟ مش اقل كتير من 15 16 لعيب في المنتخبين الاول طبعا. ومنتخب اولمبي والمحترفين بتوعه صحيح، سواء ديانج مع بيرسي تا يعني وعلي على نص يعني قوام ال 16 50% من سكواد الاهلي دولي. فبالتالي حط اجنده الاهلي وحطت اجنده المنتخبات الدوليه وشوف لعيبه الاهلي او نص سكواد الاهلي بيلعب كام ماتش في السيزون، فين فريق تاني في الدوري جدا المصري يعني مش اقل من 70 مباراه او 75 مباراه اعتقد، فين فريق تاني بيتعرض للكم ده من الماتشات؟ لكن خلينا نعممها، يعني انت برضو لعيبه الدوري المحلي بتستهلك، لانه صحيح النادي الاهلي فارق كتير جدا في عمليه الاستهلاك او استهلاك لعيبته سواء في البطولات اللي بياخدها او مع منتخبات مصر، لكن برضو انت عايزين موسم استثنائي يريح الجميع، يبقى عندك موسم بلاش يريح الجميع عشان ممكن تكون بتضايقهم. الحل في اختزال المسابقات المحليه طبعا مفيش خلاف، يعني خلينا نقول ان يمكن حكايه اراحه اللاعبين دي بتضايقهم شويه، طب خلينا نقول اننا نمشي بطريقه سليمه. زياده قوام الانديه هل ممكن يكون حل؟ زياده عدد المحترفين هل ممكن يكون حل؟
ولا لا زياده عدد المحترفين انا مش معاه. شوف انا مش مع زياده عدد المحترفين لانه انت بتدور على منتخباتك برضو. انت لما بتزود على فكره انجلترا فتح عدد المحترفين وفي فرق في الدوري الانجليزي ما فيهاش غير لعيب ولا اثنين انجليزي. ماشي، ما هو ده مأثر برضه على منتخب انجلترا. انت ما بتشوفوش دايما في الـ في الـ في الـ بيحقق انجازات كبيره في الفترات الاخيره. معاك على مستوى الانجازات بس ده مش بسبب الكواليتي اللاعبين، ده بسبب حاجات كتيره، لكن ده من ضمنها. لكن انت بتتكلم النهارده على منتخب فيه نجوم على اعلى مستوى في كل الخطوط. يعني بص سكواد منتخب انجلترا في البطوله دي وانت مغمض كده قبل البطوله ما تبدا وقبل ما تشوف كره انجلترا، لا انجلترا مرشح اول البطوله. معاك، لكن برضو اعتقد ان لما يكون انت برضو من اهم اسباب، خلي بالك النهارده انت عندك مشكله كبيره في مصر. خليك تكلم على الوضع القائم اللي عندك. انا مش مع ده، انا مش مع ده. انا بطرح عليك طبعا يعني وجهات نظر. خلينا نتكلم في وضع مع او ضد، دي حاجه بتاع يعني وضع منتخب مصر او منتخبات مصر، ان ما عندكش لاعبين محترفين كتير. وبالتالي او انت مش فاتح باب الاحتراف يعني على مصراعي زي ما بيقولوا عشان يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين المحترفين، وبالتالي انت بتعتمد بنسبه كبيره جدا على اللاعبين المحليين. تمام، فطبيعي يكون عندك مسابقه قويه. هتفرز منين؟ يعني هيكون عندي لاعب جاهز لمنتخب مصر او لمنتخبات مصر منين؟ غير من المسابقات المحليه عندي. وبالتالي زياده عدد المحترفين هتقلل. ترجم لي دي معاك، هتفق معاك ده. وان كنت الحقيقه كمان كان عندي سؤال مرتبط بالمحترفين بس مش هاجله اللقاءات جاي. طب فكره انه يبقى عندي 18 نادي في بطوله الدوري، كل سنه في من 6 ل 7 انديه بينافسوا فيه على الهبوط، ايه الفكره ان يبقى عدد انديه الدوري 18 نادي؟ ممكن يعني دي مقترحات بقى، احنا ممكن نقلل عدد الانديه، ممكن نعمل مجموعتين. يعني شوف الموسم الاستثنائي ده، انت بتتكلم على الموسم الاستثنائي ولا بتتكلم على حلول طويله المدى؟ لا خلينا نتكلم على موسم استثنائي. موسم استثنائي وانا بفكر في موسم استثنائي ده يكون بدايه لخطوات جايه. ما هو انا مش هعمل موسم استثنائي وانا مش عارف انا هعمل ايه بعد كده. لا، انا يكون عندي خطه كامله لمده 4-5 سنين للانديه، للمنتخبات، لكل الامور، لاصلاح المنظومه الرياضيه في كره القدم. وبالتالي انا ما بتكلمش على موسم استثنائي وخلاص. يعني موسم استثنائي يا جماعه عشان نريح اللعيبه وعشان نريح الدنيا والضغط اللي علينا وخلاص. لا، موسم استثنائي يعني في ارتياحيه ومعايا بخطط لمستقبل 4-5 سنين جايين نقدر نعدل فيهم مسار بشكل سليم وبشكل صحيح. طيب ال 18 نادي اللي كنت بتكلم معاك فيهم، كل نادي بيضم في قوائمه خلينا نقول عدد من اللاعبين المحليين 30 لاعب طبعا، منهم في انديه عندها محترفين اجانب، اغلب الانديه الدوري عندها الخمس لعيبه محترفه، واللاعبين المصريين. اختار لي افضل عناصر افرزتها أو أفرزها الدوري السنة دي على مستوى بره لعيبة الأهلي، يعني بره لعيبة النادي الأهلي، وليك مطلق الحرية تختار بقى من أي نادي تاني على مستوى المحترفين. يعني هل المحترفين اللي احنا بنجيبهم دول كواليتي بياخدوا فرص، مش بياخدوا فرصة لاعب محلي؟ فهل مثل إضافة؟ هل حسيت انه في تقدر تقول نجم محترف لفت نظرك فيه؟ يعني في بعض الاسماء مش كتير. اختار ثلاث اسماء منهم من المحليين وثلاث اسماء من المحترفين. طب خلينا لفتوا يعني الانظار. المحليين شايف انه مثلا بعيدا عن النادي الاهلي. طب خلينا بعيدا عن النادي الاهلي، يعني مثلا في ابراهيم عادل، رغم انه من فتره لكن ابراهيم عادل ظهر بشكل جيد. ابراهيم عادل من قبل الموسم ده بكتير يعني. مصطفى سعد ميسي برضو بيشارك بشكل جيد، مصطفى سعد ميسي بشكل مميز جدا. اعتقد محمد شحاته برضو من الاسماء اللي ظهرت بشكل جيد. الاثنين منتخب اولمبي. ابراهيم اعتقد لاعب فيوتشر المنتخب الاولمبي، مش فاكر مركزه ايه، في وسط الملعب اللي بيشوط برجله الاثنين بشكل جيد مع المنتخب الاولمبي هو. أوكي. مش فاكر اسمه ابراهيم ايه. لاعب مميز جدا برضو. أوكي. يعني بعض الاسماء، في اسماء كتيره مبشره لكن شايف ان دول الافضل في اللي ظهروا في الفتره الاخيره. في محترفين لفتوا نظرك اجانب؟ مبلولو طبعا، يعني نجم برضو، ده هداف الدوري بقاله كذا سنه. انا بتكلم جدادي اشرف جداد. السنه دي كاسماء مش فاكر قوي، لكن في لعب مع النادي المصري لسه الموسم ده متعاقد معاه. ما لفتش نظرك يعني هيلفت نظرك؟ اللي هيلفت نظرك الاسم موجود، لازم هتحفظ اسمه. يعني خلي بالك يعني انا مثلا لما بشوف تاليسكا مع النصر السعودي طبعاً. لازم احفظ اسم تاليسكا طبعاً. لانه لعيب بالنسبه لي يعني لما اشوف عبد الرزاق مثلا مع الاتحاد لازم يلفت نظري. صحيح. ولازم احفظ اسمه. صحيح. لما اشوف يزن نعيمات لازم يلفت، يعني فاهم قصدي؟ اللعيب اللي بيلفت نظرك طبعاً.
لازم بل ممكن تفضل تتابعه. في اسماء هنا جت انت ما تقدرش تنساها لغايه دلوقتي على مدار التاريخ يعني في مصر. ايفونا ما يتنسيش، ايفونا فلافيو ما يتنسيش، فيليكس ما يتنسيش، في بن شرقي وفي بن شرقي طبعاً، في ايمانويل في اسماء خلاص علمت لان فعلا عمل علامه. في اوتاكا، جون اوتاكا الاسماعيلي طبعا لعيبه مميزه جدا. يشوف اختيارات حتى الخمس لاعبين المحترفين برضو بيبقى فيها مشكله شويه، ان بعض الالعاب بيعملوا مشاكل كتيره جدا لانك ما تقدرش ما بتستفيدش منهم بشكل كبير، لما تيجي تمشيهم بشكل خاطئ فبيعمل ايقافات لانديه، وده شفناه كتير جدا. فانت كمان بتخسر، انت كمان يعني مش بتستفيد بس، لا انت بتخسر. في انديه في مصر خسرت كتير جدا الفترات اللي فاتت ماليا، وخسرت نتيجه توقف القيد عندها. انت بتختار غلط يعني، ده طبيعي اللي بتختار غلط فطبيعي تخسر، هتخسر ماليا وهتخسر بايقافات وهتخسر مش بتحقق انجازات ولا بطولات. وبالتالي طبعا انا معاك ومتفق معاك ان اختيارات اللاعبين المحترفين لازم تكون بدقه شديده جدا جدا. الاهلي يواجه صعوبه في ملف المحترفين؟ انا شايف في بعض الفترات في بعض الفترات ان الاهلي يواجه صعوبه شويه، خاصه في الخط الهجومي. يمكن الفترات الاخيره شويه يعني وسام ابو علي شايفه نقله شويه في اختيارات الخط الهجومي. تقييمك لمودست ايه؟ كلاعب سابق لا انا شايف انه لا لاعب كان مميز جدا وتاريخ كبير جدا، لكن مودست مش قادر. مودست ظلم اعلاميا وجماهيريا، يعني خد بالك انه مودست على مستوى الارقام لما تيجي تقارنه مع كتير من المهاجمين اللي جم الاهلي، انا مش مع ولا ضد، انا بطرح وجهه نظر. لو تسالني على كواليتي بروفايل لعيب مهاجم للنادي الاهلي، اقول لك انا عايز لعيب بروفايل كافاني مثلا، عايز لعيب بروفايل ابراهيموفيتش، يا فاهم، ده بروفايل الاهلي بالنسبه لي. فمش مودست ابعد حد عن ده دلوقتي، مش بحط عشان كده مش بقول، لكن خلينا انا نطرح الامور بشكل موضوعي، لانه مودست على مستوى التاثير وعلى مستوى الحسم في اوقات كتير جدا كان مؤثر افضل بكتير جدا من اسماء كتير لعبت في نفس المركز ده في السنوات الاخيره، ومباريات اكتر، مباريات اكتر، مساحه مشاركه على المستوى الدقيق اكتر بكتير من مودست. معاك انه حقق بعض الارقام المميزه مع النادي الاهلي، لكن مش هو ده البروفايل اللي بنتكلم عنه. متفقين متفقين يعني، يعني مش لكن جاهز. لكن بصرف النظر انا بكلمك، هل ظلم جماهيريا واعلاميا ولا شوف انت دايما بيكون عندك جماهير النادي الاهلي بيكون عندها قسوه شويه، لا طموحات كبيره جدا جدا يعني ما بيبقاش طموحهم انه احمد سمير النهارده انضم للنادي الاهلي فيحقق بطوله مع النادي الاهلي وسط المجموعه، لا هو عايز احمد سمير يحقق البطوله. ودي عشان كده حكمهم بيكون قاسي جدا جدا بعد سواء الفشل او النجاح، وبيكون يا اما بيرفعوه السما، وشفنا ده مع اسماء كتير يعني اسامه ابو علي النهارده هو نجم جمهور النادي الاهلي، امام عاشور نجم نجوم النادي الاهلي، مظبوط ولا انا بتكلم غلط؟ ودي تعاقدات تمت معاه في نفس توقيت مودست، لكن مودست ما حققش ما يطلبه او ما يعني يتمناه جمهور النادي الاهلي. طيب انا هحط الخمسه المحترفين في الاهلي على الجنب دلوقتي، يعني سواء اللي بيلعبوا او اللي تم، يعني عندك قندوسي مثلا تمت اعارته، عندك محمد داوي كريستو السنه الجايه هيبقى فوق السن اعتقد، السنه الجايه فوق السن، عندك بيرسي تاو، عندك اليو ديانج، عندك علي معلول لحين العوده من الاصابه بالسلامه ان شاء الله باذن الله. فاحط الخمسه كده على جنب وهقول لاشرف لو انا عندي فرصه التعاقد مع خمس محترفين اجانب جدد مثلا، يعني مراكز في لعيبه بالتاكيد مستمره، وفي لعيبه الاهلي هيحاول يحافظ عليها قدر الامكان، واعتقد انه مش بس المحترفين، اي لعيبه هتجيلها عروض كويسه فيها مقابل مادي كويس الباب مفتوح يعني. لكن انا بلعب معاك لعبه المحترفين الاجانب تحديدا، شايف ايه المراكز الخمسه اللي لو الاهلي الباب قدامه مفتوح ممكن يفكر في محترفين اجانب فيها؟ هو انت بشكل كبير طبعا بكلف، طبعا باك ليفت مدافع، ايوه باك ليفت ومساك يعني مدافع مع الاسماء اللي موجوده، مهاجم لا خلاف مع الاسماء اللي موجوده، جناح يمين او شمال الاثنين، خلي بالك الاثنين دلوقتي يعني
يعني اي حد فيهم بيلعب اثنين يعني انا بكلم جناح فممكن يلعب الناحيتين. بتشوف رضا سليم بيلعب يمين وشمال، الشحات بيلعب يمين وشمال، حتى بيرستاو احيانا بتشوفه ناحيه اليمين الشمال رغم ان ده فيه صعوبه شويه بالنسبه له لكن بيأديها بشكل جيد. وحد في ديفندر في وسط الملعب مع الاسماء اللي موجوده. شايف ان دول الخمس مراكز اللي ممكن يفيدوا النادي الاهلي بشكل كبير يعني هيفرقوا مع النادي الاهلي. ولو قلت لك انه بادجت انتقالات السنه الجايه بما ان احنا كنا بنتكلم على مستوى اقوى سكواد في افريقيا هتخليك تهتم بصفقتين او تحط كل الانفستمنت بتاعك كل استثمارك في الميركاتو في صفقتين بس. تختار ازاي؟ باك ليفت لانك محتاج ده. محتاج ده جدا الفترات اللي جايه. ومهاجم طبعا. الاثنين دول النواقص اللي موجوده رغم اني محتاج حد في خط الظهر لكن الاثنين دول الاهم في الفتره الاخيره لانه هم الاهم للنادي الاهلي يعني. طيب نتمنى طبعا ميركاتو يعني موفق وناجح وزي ما قلت لكم واتفق مع اشرف الى حد كبير جدا انه المنافسات بتاعه الموسم اللي جاي طبيعه الموسم نفسه عدد الماتشات وشكل المنافسه في بطولات هياخدها الاهلي لاول مره بطولتين كبار جدا كاس عالم بشكله الجديد انتركونتيننتال في موسم قد يشارك فيه النادي الاهلي في بطولات في الخمس قارات قد تكون رحله الاهلي او طياره النادي الاهلي في الموسم اللي جاي بتجوب وتطوف في العالم كله هيكون هو الموسم الاصعب فاتمنى وبالتاكيد رهاني على انه الكيف الكواليتي اللي ممكن تمثل اضافه للسكواد هو بالفعل الاقوى في افريقيا تكون على مستوى طموحات واحلام جماهير النادي الاهلي. بشكرك يا اشرف شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. شكرك جدا جدا احمد سعيد دايما بوجودي معاك. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. بالتوفيق للاهلي بكره ان شاء الله وبعد بكره نتقابل في حلقه جديده من السادسه نبدا فيها الكلام والتحضير ان شاء الله للمواجهه الاهم فيما تبقى من مشوار النادي الاهلي في الموسم الحالي مواجهه بيراميدز ان شاء الله تكون يوم الجمعه بعد ان شاء الله ما نتاكد من الفوز بكره وضمان ثلاث نقاط جديده في مشوار المنافسه على بطوله الدوري. كل التحيه وكل الشكر على متابعتكم لنا النهارده.